قدم نفسه للتونسيين على أنه رئيس الثورة، ألقى الخطب الرنانة وتشدق بالكلمات في المحافل محليا ودوليا. أن هناك في هؤلاء الناس للأسف الشديد متطرفون أو مستبدون يريدون العودة بتونس إلى المربع القديم. انتحل صفة الرئيس الوطني، وما أن غادر منصبه حتى تكشفت حقيقته شيئا فشيئا. تعلمون كيف ذهب البعض إلى الخارج يستجدي لضرب المصالح التونسية، إلى أن أصبحت واضحة جلياً بحكم قضائي. المنصف المرزوقي الرئيس التونسي الأسبق ينال جزاء تحريضه المستمر على الدولة التونسية، ويحاكم غيابياً 4 سنوات بالسجن بعد أن أصدر القضاء التونسي مذكرة جلب بحقه في نوفمبر الماضي. المرزوقي وكغيره من الإخوان الهاربين عمل من مقر إقامته الحالي في فرنسا على زعزعة استقرار بلده عبر بث الأكاذيب والتشويه المتعمد لصورة الرئيس قيس سعيد، خاصة بعد الضربة القاسمة التي وجهها الأخير لحركة النهضة الإخوانية ورئيسها راشد الغنوشي. أهازيج الوطن وهذه الجموع عكست نبض الشارع وكذبت المرزوقي وجماعته الضالة التي مهما حاولت شق الصفوف يبقى الشعب التونسي لها بالمرصاد.